عبد السلام جنان من دائرة جاوز، رجل تحدى الإعاقة وأفنى حياته لعبادة الله عز وجل لنيل الثواب والأجر العظيم. هذا الإنسان حي، ننصح يستغل الفرصة باش يكون أقرب لله سبحانه وتعالى، والدنيا زائلة والإنسان ما يعلمش وقتاش يروح. لهذا السبب نستغل كل برهة، ماشي كل جزء من 100، كل برهة باش نكونوا أقرب لله سبحانه وتعالى، وربي يقبل إن شاء الله كل تائب، كل صدق في كتابه إن شاء الله، وربي يتوب على الجميع. حركية بصرية، قريت في مسابقة جماعة سبع الأحزاب، والآن بقى عندي غير حزبين للأسف، ما موجودش وين نكمل ندرس مثلا زاوية مثلا من القرآن الكريم تستوعب الناس اللي عندهم احتياجات خاصة. أو أنا يعني أسمو لهذا الهدف، ونتمنى إن شاء الله كما زاوية نقدر نزاول فيها القرآن الكريم، نسكن بحي نسكن بحي العجلات. كل مرة شكون يسخره ربي سبحانه وتعالى يقدم لي النزل، كاين اللي يدفع بيا الكرسي كل مرة كيفاش. الحمد لله اللي سمعنا اليوم، ونتمنى ان شاء الله ينعم علينا بفرص سعيدة اللي تجعلنا نتمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رغم الإعاقة والمعاناة اليومية، يظل عبد السلام جنان رمز يقتدى به في الأخلاق والعبادة.